أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سمع، والبداية بالعناوين. الرئيس الأسد خلال لقائه عبد الله يان دمشق حريصة على التواصل وتنسيق المواقف مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة. إرهابيو خفض التصعيد يصعدون هجماتهم، والجيش يشن هجوما معاكسا ضد النصرة شمالي اللاذقية ويكبدها خسائر كبيرة. كهرباء اللاذقية استبدلت بالتوتر العالي توتر المواطنين، وفي حلب أسعار الأمبيرات هي الأعلى منذ 9 سنوات. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأسد أن دمشق حريصة على التواصل المستمر التنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم، خاصة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. الرئيس الأسد استقبل في دمشق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان خلال المحادثات على العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين وعلى التعاون الثنائي القائم في مختلف المجالات. أكد الرئيس الأسد أن الدولة السورية تنطلق دائما في كل مواقفها من حرصها على مصالح الشعب السوري، وأنها لن تسير إلى الأمام في هذه الحوارات إلا إذا كان هدفها إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية. واعتبر الوزير عبد الله يان أن سوريا بلد مهم ومؤثر، ولذلك فإن قوة وتنمية سوريا هي قوة وتنمية للمنطقة عموما ولإيران خصوصا، مؤكدا أن البلدين يقفان في خندق واحد ويتبادلان الدعم القوي لبعضهما الآخر، مشددا على أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وهي ترى أن أي حوار بين سوريا وتركيا إذا كان جادا فهو خطوة إيجابية لمصلحة البلدين والمنطقة. وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق وزيرا خارجية البلدين، أكد الدكتور فيصل مقداد أن العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية وستكلل خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة بجوانب تشهد على عمقها وعلى إيمان البلدين بضرورة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. هذه الزيارة كما تلاحظون تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة وفي البلدين، تحديات مستمرة من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الكيان العنصري الصهيوني، وعملاء هؤلاء في المنطقة وفي العالم لا يريدون أن يرى الشعب السوري يمر بمرحلة مريحة، ولذلك هذه التحديات مستمرة. ومنذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 كانت التحديات أيضا مستمرة منذ قيامها، منذ الساعات الأولى وحتى هذه اللحظة. وهذا يعني أننا قوى تمارس دورها على أرضها ولمصلحة شعبيها، فإننا نواجه ما نواجهه. ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين القيادتين السورية والتركية، قال المقداد اللقاء بين السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية
يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وإلى الخلافات التي حلت مكان التوافقات التي بنيت عليها العلاقات السورية التركية سابقا. أنا أؤكد لكم أن العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية قبل عام 2011 كانت علاقات طبيعية وكانت قائمة على سياسات حسن الجوار والاهتمام بالمصالح المشتركة للبلدين. نحن في كل تحركنا منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة نسعى ونبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الإرهاب الذي عمل على تعكير صفو هذه العلاقات وعلى وقف هذه العلاقات وأدى إلى ما أدى إليه من دمار للبنى التحتية وللمؤسسات الصحية والتعليمية في الجمهورية العربية السورية. بدوره أكد عبد اللهيان أنه يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، لافتا إلى أن العلاقات بين إيران وسوريا تمر بأفضل أحوالها، وأن البلدين عازمان على توسيعها اقتصاديا وتجاريا لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية، مبينا أنه تم الاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي طويلة الأمد بين البلدين لتوقيعها في المستقبل القريب. خلال لقائنا اليوم بفخامة الرئيس بشار الأسد تطرقنا إلى المواضيع الثنائية الهامة وأيضا القضايا الاستراتيجية والإقليمية والدولية. فخامة الرئيس بشار الأسد أكد على دعوته لفخامة الرئيس الدكتور رئيسي للقيام بزيارته إلى دمشق، ونحن سنبذل قصارى جهدنا من أجل توفير الأرضية المناسبة لإجراء هذه الزيارة. وخلال اللقاء الذي جرى بيني وبين زميلي الدكتور فيصل مقداد تطرقنا إلى السبل والطرق من أجل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكلا البلدين. من جانب ثاني، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستستمر بدعمها بقوة لفلسطين والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وذلك خلال لقائه مع قادة فصائل فلسطينية في سوريا، بينهم ممثلان اثنان عن حركة المقاومة الإسلامية حماس قادما من بيروت للمشاركة في الاجتماع. وصف عبد اللهيان هذا الاجتماع بالمهم لكون سوريا الخط الأمامي للمقاومة، وأنه يدل على وحدة الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي. وأوضح أن أمريكا وحلفائها تحدثوا عن مشاريع سياسية كثيرة منها أوسلو وصفقة القرن وغيرها، وأن جميع هذه المشاريع ذهبت أدراج الرياح وبقيت المقاومة. وأضاف الإسرائيليون يتحركون من تطرف إلى تطرف، وهذا التطرف يؤدي إلى تماسك بين قوى المقاومة وبين الشعب الفلسطيني، وتابع: أؤكد أن إيران ستستمر بدعمها بقوة لفلسطين والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. أكدت نجاة رشدي نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا من جنيف أن 15 مليون و300 ألف شخص سوري يحتاجون إلى المساعدة، داعية مجموعة العمل الأممية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى مواصلة دعم السوريين وضرورة توسيع العمليات عبر الخطوط والتوسع في مشاريع التعافي المبكر. تزامنا مع استعادة أنقرة لخطاب شن عدوان بري على شمال سوريا في أي لحظة، شنت وحدات الجيش العربي السوري هجوما معاكسا في ريف اللاذقية الشمالية ضد مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابية بعد التصدي لهجومهم وكبدتهم خسائر فادحة وسط تزايد خروقات وقف إطلاق النار من قبل الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد، وفي ظل صمت ضامنهم ومشغلهم التركي
الذي يشجع على تصعيد الوضع خدمة لأجندته الخاصة. حسب صحيفة الوطن المحلية، فإن وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في المنطقة أفشلت هجوم مسلحي النصرة على محور نحشبة، وألحقت بهم خسائر بشرية وعسكرية كبيرة من دون أن يحققوا أي مكاسب ميدانية. وأضافت الصحيفة أن وحدات الجيش تمكنت بداية من استيعاب الهجوم والاشتباك مع مسلحي النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، قبل أن تشن هجوما معاكسا قتل وجرح خلاله العشرات منهم، على الرغم من استخدامهم تعزيزات من مسلحي الحزب التركستاني الإرهابي إلى خطوط التماس. بموازاة ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن شن تركيا عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت، لكنه أضاف: نواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية كانون الأول الفائت مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو، لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت بناء على مستوى التهديدات المحتملة. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تصاعد المواجهات بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وبين ميليشيات قسد، وقتل جندي تركي وأصيب آخرون بجروح إثر تعرض القاعدة التركية غير الشرعية في قرية حزوان بريف الباب شرقية حلب لقصف مدفعي وصاروخي. وردت قوات أنقرة والفصائل الموالية لها فيما يسمى بالجيش الوطني السوري بقصف بالمدفعية الثقيلة على مناطق انتشار قسد. أطال القصف محيط مدينة تل رفعت وحربل والشيخ عيسى وعين دقنة وبيلونية والشعالة والنربية والأحصية ومزارع أم الحوش ومرعناز بريف حلب الشمالي. إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية اليوم 72 على التوالي على طول خط جري المياه من محطة علوك، ما يفاقم معاناة نحو مليون مدني نتيجة نقص المياه الذين تتعالى أصواتهم مطالبين بحلول جذرية وتدخل عاجل. جهود حكومية كبيرة تبذلها الجهات الرسمية في ظل استمرار التعديات التركية على خط جري المياه وخط التوتر المغذي لمحطة علوك، العمل على تأمين مياه الشرب للأهالي، التشغيل كامل محطات التحلية في مركز المدينة والبالغ عددها 20 محطة، والإشراف على خزانات المياه التي تتم تعبئتها عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري الموزعة في مركز المدينة. يضاف إلى ذلك حملات تعقيم مستمرة للخزانات الخاصة بمحطات التحلية والخزانات المنتشرة ضمن مركز المدينة بهدف تعقيمها، خاصة مع ظهور عدة إصابات بمرض الكوليرا في محافظة الحسكة، ما ينذر باستفحال الموقف. وفي سياق موازن، أعلنت دمشق أن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة النفط السوري ونقله إلى قواعدها في العراق. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت صهاريج معبأة بكميات من النفط الذي سرقته من أراضي ريف الحسكة، اتجهت به إلى شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية من ريف اليعروبية أن قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا قسد المرتبطة بها أخرجت على دفعات رتلا مؤلفا من 53 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى قواعدها في الأراضي العراقية. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة. توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الهطل ثلجيا أو ممزوجا بالثلج على المرتفعات التي تزيد على 1300 متر.
يستمر الجو باردا ليلا ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق، معتدلة تنشط أحيانا مع هبات سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج. بدأ اليوم بيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية في صالات المؤسسة السورية للتجارة للدورة الجديدة. وأكد رئيس دائرة المنافذ في فرع السورية للتجارة بدمشق علي محمد أن الفرع أنهى استعداداته لبدء بيع المواد المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض من خلال توضيب وتجهيز المواد ووضعها بأكياس ورفد المجمعات والصالات ومنافذ البيع الموزعة جغرافيا على كل المناطق لضمان بدء بيع المواد مع بداية الدورة الجديدة، مبينا أن البيع متاح يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 5 بعد الظهر، والفرع لديه فريق معني بالمتابعة اليومية لتزويد الصالات بكميات جديدة عند انتهاء الموجود منها. بدأت عمليات إنتاج الفوسفات بشكل تجريبي في المنجم الجديد الذي تنفذه شركتا المشاريع المائية والشركة العامة للبناء والتعمير التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن مناجم الفوسفات في بادية حمص منطقة جنوب الأبتر. واطلع كل من وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة خلال جولة اطلع على سير الأعمال في المنجم الجديد تحضيرا لوضعه بالخدمة. يذكر أن أبعاد المنجم الجديد تبلغ 350 مترا طولا و250 مترا عرضا، وكان قد بدأ العمل بالمشروع منذ حوالي 5 أشهر. يبدو أن القائمين على الكهرباء في محافظة اللاذقية برأي كثير من المواطنين استعاضوا عن التوتر العالي لتأمين الطاقة الكهربائية بالتوتر البشري الذي أصبح يعيشه المواطن نتيجة الانقطاع العشوائي وغير المنتظم. الكهرباء أبسط مقومات الحياة معنا ياها. بجبلي 10 دقائق عم تجي كل النهار والليل أحيانا 10 دقائق. يا ريت بلا الكهرباء، كنا تعودنا بلاها. طوع على الخالص أحسن. لم يعد يشتكي مواطنو محافظة اللاذقية من تقنين الكهرباء الجائر فقط، وإنما باتوا يشتكون التباين والاختلاف في هذا التقنين والوصل ما بين منطقة وأخرى ضمن المحافظة الواحدة وأحيانا ضمن القرى المتجاورة في ظروف تبدو غير واضحة على الرغم من الجهود المبذولة التي يقوم بها عمال شركة الكهرباء الذين لا يدخرون جهدا. تجي 10 دقائق الساعة 5 العصر و10 دقائق الساعة 11 بالليل فقط لا غير. نحن طلاب يعني اجباري بدنا كهرباء دراستنا وكل شيء، يعني اللد شو بدها تشتغل ربع ساعة بالكثير. الكهرباء خربت الموني، شاحنة الخلية وين ما عم تشحني، البطاريات ما عم تشحني، شو بدي اقول لك عن الكهرباء؟ كل 5 ساعات نص ساعة، يعني ما فينا ما نشتغل شيء، لا غسالة فيها ولا حتى دينامو تنعبي مي، ما فينا تنعبي مي. المعلقة ناحية الفخورة وضع الكهرباء سيء جدا بالقطاع كله، معك من المعلقة القلمون باقيلون كفرشة 20 ضيعة. ويذكر المواطنون القائمين على عملية الوصل أن الظلام ملأ المكان وأن أولاد المحافظة أمام امتحانات تمضي وامتحانات جامعية قادمة يبحث فيها الطالب عن بصيص نور في زمن اختفائه، ناهيك عن احتياجات الأدوات الكهربائية المتعددة للمنازل والمنازل المصانع والعمل. ما عم تيجي حوالي 10 دقائق للربع ساعة بالكثير، يعني أبسط مقومات الحياة ما أنا عم نعيشها. كهرباء ما عم تيجي لعنا نهائيا، باليوم كله بتجي لشن الساعة ما عم نشتغل شي فيها. لا في برد عم يشتغل، لا في بطارية عم تشتغل، يعني ما ننام الساعة 7 7 ونص ما نكون نايمين، ما نشحن موبايلاتنا بالدوام، وأحيانا بناخذ بطارية ما أنا على الدوام إذا شحنها. ما تجي نص ساعة 10 دقائق، إذا وعنا خطين مقطوعات ما كانوا يبدلون، صاروا مقدمين عدد طلبات ما كانوا يغيروها. هلا النادي فيها ساعة ونص، فديو ساعة، ضيع المجرش الفاطي ساعة، بس السامي ساعة، أما الشير 10 دقائق أو ربع ساعة تنقض. حتى شوف الملاحظة إنه
تجي خمس دقائق تنقطع دقيقتين. الفاخورة لدينا منطقة الفاخورة كل أربع ساعات بتجي تل ساعة. هي اللاذقية ابنة العطاء والتضحيات، تبحث عن نور هنا وعن إشراقة هناك، فهل من مجيب؟ يقول الأهالي. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية. لا تزال ظاهرة الأمبيرات مستمرة في استنزاف جيوب الحلبيين وزيادة الأعباء المعيشية الملقاة على كاهلهم في ظل الارتفاعات المتتالية التي تطرأ على أسعارها بين كل أسبوع وآخر، وفي غياب شبه تام للرقابة على آلية عمل المولدات ولضبط الأسعار التي يحددها صاحب المولدة تحديداً كيفياً. أربع ساعات 27,000 ليرة. مشتركين نحن والجيران، يعني لمبة نحن ولمبة هنين. عم نطعم لقمتنا ومشان الأولاد يدرسوا. في ناس عم تتدين، في ناس بتلم نايلو من الحاويات لك تدفع. هي الأحوال المعيشية الصعبة التي ما زال يعيشها أهالي حلب، والتي ازدادت قساوتها عليهم في هذا الشتاء الذي لا يرحم ببرده القاسي. ومع الانقطاع الطويل للكهرباء الذي تجاوز 22 ساعة في عاصمة الاقتصاد السوري، وفي مدينة تمتلك محطة حرارية، يستمر مسلسل استنزاف المواطنين المجبرين على شراء الأمبيرات واستغلال أصحابها لهم، ممعنين في رفع سعر الأمبيري دون رادع ولا رقيب. 25 سيف دول بشغل من 5:30 ل11، وبتجي الكهرباء وياك ساعتين ثلاثة، ما بعوض ولا شيء ولا شيء يعني. بالليل بصير عتمة، يعني شلون بدي أعيش؟ عم تجي الكهرباء ل 24 ساعة ساعتين. لا والله مالي أقضي أمبير، ما خرج أحط 40,000 الأمبير، 45,000 حرام. ثلاث ساعات عم شغل 20,000، يعني عم شغل من 7 للـ10. ما عندي أمبير. ليش؟ طاقة شمسية. ما عندي طاقة شمسية. كيف عايش؟ عشمة وعلى البيت، عشان بدنا نعيش. وصل سعر الأمبير الواحد في الأسبوع في بعض المناطق إلى 50,000. والمواطن الذي بالكاد يصل راتبه إلى 150,000 مجبر إما على دفع الفاتورة، والتي تتجاوز هذا الراتب الذي أصبح على حد قول الأهالي لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يفصل القاطع عنها ويبقى في الظلام. وهنا يجد المواطن نفسه مذبوحا بسكين تجار الأمبيرات من طرف، وسكين تجار ارتفاع الأسعار من طرف آخر. أب أخذ أمبيرين 100,000 بالجمعة بدفعنا، كل جمعة 50,000 الأمبير. أب بدفع الأمبيرين 54,000، وبشغل من 6 للـ11. أمبير واحد فقط 35,000. أمبير واحد بكفيك؟ أمبير واحد ما بكفي، بس نحن عم نقول يا رب، يعني إنه حسب الوضع. أخذت من أمبيرات محل وبيت بدفع 320,000، الأمبير ب 40,000. أيوه بالأسبوع 320,000. عنا هون تقريبا 42,000 أسبوع الماضي دفعناه، وكل نص ساعة ثلاث أربع ساعة تنقطيع، بصير ضغط على الحمل. الأمبير صعب، لا لا أبدا أبدا أبدا، ما في ما في نهائيا. شو صارت أرقام خيالية، يعني تصوري بين 40,000 و50,000 للأمبير الواحد، منين بتجي بالمواطن؟ كهرباء من امبارح بالليل ما أجيت، صار له 16 ساعة ما أجيت الكهرباء. إيه يعني عنا طلاب عم تدرس، ما منحسين بالأمبير. الأمبير 50، هذا صناعي، وإذا بدك هذول أنا كوني موظف راتبي كله 100,000 في الشهر، ما بكفيني جمعة. إذا بدي أدفع إذا أمبير، بس أنا ببلغ الأمبير بشتغل على البطارية. هو صاحب المولد بحط التسعيرة من عنده، يعني ما في رقاء تماما، كل واحد بيحط تسعيرة على كيفه. يعني الأسبوع الماضي 37-38، هلا الأسبوع الجاي والله بتصور 40,000. ومع شح كل مقومات الحياة الضرورية والارتفاع الجنوني للأسعار وتباطؤ عجلات العمل وقلة المردود المادي، لسان حال الأهالي يقول إلى متى؟ فقد ضاق بنا الحال ونفذ الصبر، أغيثونا فقد بلغ السيل الزبا. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. وما زال قطاع الاتصالات الخلوية في ريف حلب الشمالي مستعصيا على الحل بعد أن فشلت جهود الإصلاحات والمشاريع المتعلقة في العثور على حل مناسب لهذه المشكلة التي ترتبط بها حياة الناس وأعمالهم ارتباطا وثيقا. ما في عندنا شبكة نقطع البطاقة للمواطن. يا أخي نحن اتصالات مقطوعة، انترنت مقطوع، هذا عم يحط فاتورة وعلى الفاضي، يعني بس عم نحط مصاريف على الفاضي. ليس ضعفا في الاتصال أو الانترنت، بل انقطاع تام لخدمة شبكتي سيرياتيل وإم تي إن في مدينتي نبل والزهراء والبلدات المحيطة بهما،
بريف حلب الشمالي، فواتير للخطوط اللاحقة الدفع وباقات للخطوط المسبقة تذهب سدى ودون أي خدمات تذكر. الفترة الوحيدة التي يعود فيها سكان المدينتين إلى التواصل مع العالم الخارجي عبر الشبكتين هما الساعتان اليتيمتان اللتان تأتي فيهما الكهرباء وبتغطية ضعيفة جدا. هذه الحالة يعيشها الأهالي منذ أكثر من شهرين، ورغم الشكاوى المتواصلة من الأهالي لتحسين جودة الاتصالات وشبكة النت، لكن لا حياة لمن تنادي. يا أخي نحن اتصالات مقطوعة، انترنت مقطوع بالشهر التي جينا نص ساعة، حرام الشيء هذا، حرام. هذا عم يحط فاتورة وعلى الفاضي، يعني ما راح يستفيد منها بشيء لأنه الشبكة ما في بالأصل، يعني عم بدفع وما عم بستعمل الشبكة نهائيا. بدفع فاتورة 25,000 بالشهر وماني مستفيد من الشبكة أبدا، يعني شبكة معدومة أبدا، السريتيل الأخص شبكة الامتين والسريتيل بالمرة ضعيفة، شبكة اتصال ما في، بس عم نحط مصاريف على الفاضي. لحنا من شهر لهلأ شبكة الامتين والسريتيل في حالة انعدام تام. انعدام الاتصال خلف معاناة كبيرة للأهالي، حيث أثرت سلبا على تسيير أمور حياتهم اليومية، فيضطر الأهالي للانتظار أمام المخبز ومحطات الوقود لساعات طويلة لعدم قطع بطاقاتهم الإلكترونية نتيجة لعدم توافر الإنترنت. صرنا ساعتين وشوي واقفين، ما في شبكة، مشونا الجماعة، ربطين بدون بطاقة. هلا صلى الشباب صلى ساعتين واقفين قدام الفرن، ما في شبكة. حتى إجا المختار وإجت الشباب المعنيين بالموضوع ومشوا العالم ربطين بدون بطاقات. نحن كعمال وإدارة بالمخبز عم نبذل كل جهودنا لخدمة المواطنين، بس هي عنا عقبة صغيرة، هي قطع البطاقات تقريبا 12 ساعة 14 ساعة 16 ما في عنا شبكة نقطع البطاقة للمواطن. نحن نظامنا نظام معتمدين، توزيع معتمدين 10,000 ربطة، باقي لدينا بالمخبز 3,600 ربطة نوزع للمواطنين. عم نضطر نعطي للمواطن ربطين بوجود المختار أو بوجود رئيس البلدية أعضاء المكتب التنفيذي. مئات الشكاوى بشكل يومي تصل للشركتين ودون مجيب، ولذلك يأمل الأهالي بأن ينظر المعنيون في الشركتين بواقع خدمات الاتصالات في القريب العاجل. هيثم كزو، قناة سما الفضائية، ريف، محافظة حلب. احتفل أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بالحسكة بعيد تأسيس كنيسة يوحنا المعمدان والذي يتزامن مع بداية التقويم الشرقي، من خلال إقامة الصلوات والقداديس وتجهيز الهريسة وتوزيعها على الأهالي احتفاء بهذه المناسبة. يحافظ السوريون الأرمن في الحسكة على الاحتفال بعيد القديس يوحنا المعمدان التي تتزامن مع بداية التقويم الشرقي كطقوس دينية ثابتة. وهنا في كنيسة يوحنا المعمدان في مدينة الحسكة يحضر أبناء الطائفة وجبة الهريسة لتوزيعها على المحتاجين ضمن رمزية هذا العيد في طقوسهم ومعتقداتهم. نحن بالحسكة عم نعيد عيد القديس يوحنا المعمدان، ينعاد على الجميع باسمه ربنا، والقديسين يحموا جميع أعضاء سوريا الموجودين بسوريا بأرضنا الحبيبة. مثل هالشمس اللي عم تسطع اليوم بهالأيام، الدم شمس الفرح، شمس المحبة موجودة على سماء أرضنا سوريا الحبيبة. ونحن بمشاركتنا اليوم ككنيسة سريانية أرثوذكسية نؤكد على وحدة الإيمان مع الكنيسة الأرمنية الشقيقة، وحدة التاريخ، وحدة الشهادة التي قدمت قبل أكثر من 100 عام. فاليوم نحن هذه المشاركة هي استمرار المحبة، استمرار للحضور مع كل أبناء المجتمع لنرسخ هذه القيم والمفاهيم التي زرعها أباؤنا قبل عشرات ومئات السنين. الأمن والاستقرار وتعافي البلاد من أزماتها كانت أمنيات الأرمن الأرثوذكس المحتفلين بهذا العيد. نحن كأرمن شرقيين نحتفظ بعاداتنا وتقاليدنا على أرضنا السورية، أكيد يعني نعمل هريسة اللي هي من القمح واللحمة، تتصلى من قبل الآباء الكهنة وتتوزع على المؤمنين. هالعيد هو تراث كنائسي مستمر دائما، الله يعم الخير بهالعيد، يعطي لقائدنا بشار الأسد الصحة والسلام والأمان، ولجيشنا الباسل كل أمور حياتنا لهم، لبدمائهم نحن موجودين. رفعنا صلواتنا لحتى يعم السلام بسوريا، والله يحمي قائدنا بشار الأسد ويحمي جيشنا العربي السوري. كل عام
انتي بخير سوريا حبيبي. ان شاء الله بشفاعته يحمي سوريا والدكتور بشار الاسد والجيش العربي السوري. بطلب ان شاء الله 2023 تكون خير يا رب على بلدنا الغالي، ونضل متمسكين بارضنا، وضل يعني تقاليدنا وعاداتنا ساريه بهالبلد. لا التهديدات التركيه ولا الوجود الامريكي ولا الحصار الاقتصادي ظروف تمنع ارمن سوريا من ممارسه طقوسهم وشعائرهم التي يحافظون عليها منذ سنوات طويله. ايهم مرعي، لقناه سما، مدينه الحسكه. انا شو انتهت، شكرا للمتابعه، الى اللقاء.